أبو خالد أسد دولة الإمارات وحفيد أسود ولي العهد قايد جيشنا الأثار دخانة ولي العهد أبو خالد وله منا ولا وحود نود اللي يوديه ونعادي كل عدوانه سند حكام دولتنا بوقفاته وهو مسنود المجد الخاص الله فيه دون الناس سبحانه نظيف من العتب قلبه لعز بلادنا مرفوض معه عقل حكيم وراحة بالخير مليانة حجاج ينفرد رحمة لكن لا ضاق سم كبود وهو عون السجين إلى شكا من ظلمة سجانة وحن والله لبو خالد بدأ يوم المناية تروج نراودها على انفسنا إذا أشر لنا ابنانا